احنا رايحين كنظن بان كنظن فوز مستحق فريق بيت البيضاوي. الفرقه كانت احسن منا اليوم، كانوا في مستوى جيد خصوصا ان لعبنا احنا النهار الاربع، كانت درجه الحراره المفرطه في مراكش. كنظن بان اليوم كانت نتيجه مستحقه، فريق بيت عرف ارتاح اسبوع كامل وجد المقابله بشكل جيد، عرف كيفاش يفوز في المقابله. كنظن بان كانت نتيجه مستحقه في الاول. كنظن بان بالنسبه لينا احنا خصنا 3 بوان ضروري في هاد الاربعه ماتشات ولا 5 ماتشات اللي جايين باش نضمنوا البقاء في كاس الوطن الاول. اي خصنا الناس ديال مراكش يعرفوا بان الفريق عنده مشاكل ماديه، عنده مشاكل اداريه صراحه، ولكن الان كينافس باش يبقى في المير ديفيزيون. الناس ديال مراكش خصهم يعرفوا هذا الشيء، ما يلوموش اللاعبين بزاف لان فاقد الشيء لا يعطيه، هذا الشيء اللي عطى الله. دونك اللاعبين كيخدموا المستوى اللي الماكسيموم ديالهم، واي واحد كيكون في شي بلاصه في هذيك البلاصه هي كيستحق. فاحنا كنظن بان بعد الامكانيات اللي كاينه في كوكو المراكشي في الفريق، هذه الرتبه اللي كيستحق الان. دونك ان شاء الله غادي نضربوا باش الفريق يبقى في القسم الوطني الاول، ومن بعد ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله حلول من الناس ديال المسؤولين ديال مراكش، لان الطموحات ديال الجمهور كبر من الامكانيات ديال الفريق. فخص الجمهور ديال مراكش يعرف بان هذه هي الامكانيات ديال الفريق، ما يمكنش الفريق يلعب على شي حوايج كما كنقول قد كيواتيك. في هذا التوقيت هذا في كوكو مراكشي هذا هو المستوى ديالها. دونك من هنا لقدام ان شاء الله نتمنى تكون الامور جيده.